السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السابع، قبل ما أبدأ الدرس الثاني من اللوحة الثامنة، خدنا الدرس الأول وشفنا لعبة المزرعة وحفظنا الكلمات. المزارع كان مجتهد وراح ما ندري إن هو يبقى كسول وراح يحفر ولقى كنز وبيزرع علشان يجيب فلوس. طيب النهاردة في كلمة بسيطة اسمها كيو اللي هي الطابور. طب احنا النهاردة افتح معايا كتاب صفحة بيج 52. جرامر ان كونتكست، الجرامر حسب السياق. ماست مصنت، ماست يجب ان، مصنت يجب الا. استخدام ماست ايه يا ولاد؟ يجب ان. To talk about something you are obliged or strongly advised to do، لتتحدث عن شيء ما انت ملزم ومجبر او بشدة منصح بيه ان تفعله. يبقى عشان بنستخدم مصر عشان بنتكلم عن حاجة انت مجبر وملزم او حاجة انت منصوح نصحتك بشدة ان تعملها، يا حاجة انت مجبر تعملها، يا حاجة انت واحد نصحك بشدة انك تعملها. You must fasten your seat belt، انت يجب عليك ان تربط حزام الامان الخاص بك. خلاص يبقى انا بديك ايه؟ انت مجبر عليك انك تربط حزام الامان. طيب mustn't يجب الا. To talk about something you aren't allowed to do or you are strongly advised not to do، لك تتحدث عن شيء ما انت لست مسموح ان تفعله او انت منصوح نصحت بشدة ألا تفعله. You mustn't lean out of the window، هنا ليه بقى يا ولاد؟ أنت يجب ألا تميل خارج النافذة، يعني ما تبصش بره الشباك، ممكن يعني ممكن تتعور ممكن تقع. طيب خلاص عرفنا الفرق بينهم. يبقى ماست حاجة انت مجبر تعملها او نصحتك بشدة تعملها، مصنت ده يجب الا انت غير ملزم بتعملها او غير مسموح بفعلها ونصحتك بشدة الا تفعلها. Complete the sentences from the story، اكمل الجمل من القصة with must or mustn't باستخدام يجب او الا يجب. هنا بيقول لي you not work hard، نقول له ايه يا ولاد؟ you يعني انت، work يعني يعمل بجد، هنقول له يجب ان ولا يجب الا؟ يجب ان تعمل بجد ولا يجب الا تعمل بجد؟ اكيد اقول له يجب ان، يبقى لازم يعمل بجد العمل الجاد، لازم ياخد must يجب must. قال لهم ايه؟ you not live in peace، انتم تعيشوا في سلام، يجب ولا يجب الا؟ يجب طبعا، يجب ان تعيشوا في سلام. طب you mustn't disagree، انتم يجب الا ترفضوا طلبي. you mustn't. Work in groups to answer the question، اعمل مع مجموعات لتجب على الأسئلة. What must you do to، ماذا يجب عليك أن تفعله لكي؟ What must you do to earn money، ماذا يجب عليك أن تفعله لكي تكسب نقود تربح المال؟ هقول له كده I must، اختار I must. ها I must grow crops، ازرع محاصيل. grow crops يبقى ازرع محاصيل. خلي بالكم كمان يا ولاد must بيجي في عراها مع وراها الفعل في المصدر grow.
بس ان اكزام عشان تنجح امتحان يجب تعمل ايه؟ يبقى كله اقول له كده I must، ها لازم تعمل ايه عشان تنجح في الامتحان؟ اكيد تدرس. طب تدرس يعني ايه؟ يعني study، study hard، ادرس بجد وذاكر بجد. be healthy، عشان تكون صحي لازم تعمل ايه؟ اقول له I must ايه؟ ها اقول له كده eat، اكل healthy food، يعني اكل طعام صحي، اكل طعام صحي. السؤال اللي بعده Look at the signs and complete the sentences with must or mustn't. انظر إلى الإشارات واكمل الجمل باستخدام يجب أن أو يجب ألا. أول واحدة سيجارة عليها علامة قلق ممنوع، بقول له you mustn't smoke. mustn't عشان هنا ما ينفعش، دي هتاخد must ودي هتاخد mustn't ودي هتاخد mustn't. ليه؟ علشان يجب ألا ممنوع. يجب أنت يجب ألا إيه؟ تدخن. خلاص. طب نشوف دي نقول إيه؟ must ولا mustn't؟ مفيش علامة ممنوع هنا، يبقى أنا أقول له must. must يبقى أقول له كده you must turn left، أنت يجب أن تستدير يسارا، جهة اليسار. طب هنا هقول you mustn't عشان فيها علامة ممنوع. you mustn't run in the corridors، أنت يجب ألا تجري في الممرات. you not queue here، أنت يجب أن تصطف هنا، تقف طابور هنا يعني، يبقى يجب نقول must. you not نقول له ايه؟ هنا بيقول لي please hand on the right، please stand on the right، من فضلك اقف على جهة اليمين، يبقى اقول له كده you must، انت يجب ان، يجب ان ايه؟ stand on the right، stand on the، يعني انت يجب ان تقف جهة الايه؟ تقف على اليمين، you must stand on the right. هنا اقول له you mustn't عشان علامة ممنوع، يعني معناها انت يجب الا، انت يجب الا. يلا ايه؟ كاميرا، واحد بيلتقط صور، يبقى ايه؟ take photos، او ممكن اقول له use the camera. use يعني ايه؟ use the camera أنت يجب ألا تستخدم الكاميرا. نفس الحكاية هنا هقول له برضو إيه يا ولاد؟ mustn't عشان علامة ممنوع، you mustn't. هقول له إيه؟ بدل ما أقول كاميرا هنا أقول يا فون، use the mobile، يعني معناها إيه؟ أنت يجب ألا تستخدم الموبايل. هنا هقول له must عشان مفيش علامة ممنوع، أنت يجب أن، يجب ان ايه؟ دي اشارة حمراء، اقول له ايه؟ تتوقف، تقف في السيارة، you must stop. خلاص you must stop، يجب ان تتوقف. خلاص فهمنا must و mustn't. بعد كده يا ولاد بيقول لي what rules would you set to keep the park clean، ما الأحكام اللي انت تنشئها لتحافظ على الحديقة نظيفة؟ اقول له كده children mustn't، الأطفال يجب ألا ايه؟ mustn't
run on grass، يجب ألا يجروا على الحشائش، مش كده ولا إيه؟ طب parents must، الوالدين والآباء الأب والأم يجب أن يعملوا إيه؟ نقول له كده throw rubbish، يرموا الزبالة in the bin، يعني المفروض يرموا الزبالة فين؟ يرموا القمامة في السلة. طيب you، أنت إيه بقى؟ هقول له كده you must you mustn't مثلا ايه smoke، you mustn't smoke، ما ينفعش. او ممكن اقول له pick up، بصوا كده يا ولاد pick up تلتقط flowers، ما ينفعش تقتطف الازهار الورود. what new science would you invent، طب خلاص كده الدرس خلص، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.